بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الموضوع الأول في المادة. المرة الماضية بلشنا بموضوع Introduction to the Course، وصلنا لسلايد رقم 15 تقريبا. حكينا إنه البايثون عبارة عن Interpreted Language، بمعنى إنها مش Compiled. فسرنا هذا الكلام، حكينا إنه الانتربرتر للغة البايثون بيقرأ السطر الأول من الكود اللي بتكتبه، بيعمل له انتربريتيشن، بنفذه، بعدين بيرجع يقرأ السطر الثاني، بيعمل له انتربريتيشن ونفذه، وهكذا حتى نهاية الكود. وبالتالي إذا في خطأ بكود في سطر معين، بيكون نفذ already كل السطور السابقة، بخلاف اللغات البرمجة اللي بتكون compiled مثل C sharp و C++، يقرأ الكود كامل، يتأكد من سلامة السينتاكس، بعدين بيحوله ل executable file أو ملف قابل للتنفيذ مكتوب بلغة المشين لانجوج، فهذيك بسموها compiled languages. لغة البايثون is a very high level language, very high level language، قريب جدا للغة الإنسان. General purpose، بمعنى أنه ممكن تستخدم البايثون لعمل أي برنامج مهما كانت طبيعته، سواء كان Graphical User Interface Application، Desktop Application، أو حتى Web Application. Dynamically Typed Programming Language، بمعنى أنه بلغات البرمجة العادية قبل ما تستخدم أي variable لازم تعمل له declaration وتحدد نوعه، لكن في البايثون تستخدم أنت المتغير مباشرة بدون ما تكون معرفه مسبقا. فمجرد ما تعمل assignment لvalue داخل variable بيصير له declaration مباشرة. وحتى بالنسبة للداتا تايب ما فيش داتا تايب معين، عرف استخدم متغير مباشرة، وسواء حطيت في هذا المتغير integer value، double value، float value، string، boolean value، أي نوع، أي data type ممكن تعمل له assignment لأي متغير، فما فيش في restriction على data type، أي متغير بيتقبل أي value من أي نوع. وشفنا إنه لغة البايثون is very popular، استخدامها شائع جدا. نسبة حسب البيبل إندكس اللي شفناه كانت نسبة استخدامها تقريبا 32%. بتيجي بالمرتبة الثانية بعديها اللي هي الجافا لانجوج. إيش ممكن نعمل بالبايثون؟ كيف ممكن تخدمنا البايثون؟ ممكن تعمل ويب أبليكيشن، ممكن تعمل ويب أبليكيشن، ممكن حتى تعمل ورك فلوز، وخصوصاً هاي بتهم جماعة السوفتوير إنجينيرينج، أو تعمل بلانينج، يعني بلانينج جراف، شغلة معروفة بالسوفتوير إنجينيرينج. ممكن تعمل databases، ممكن تعمل يعني البايثون فيها database connectivity mechanism، ممكن تربط مع database، ممكن تعمل حتى من خلال operating system تعدل على الفايلز الموجودة عندك local على system. ففي عندك في طرق لقراءة الملفات وتعديلها. برضو في libraries أو modules جاهز في البايثون للتعامل مع الداتا الضخمة، Big Data Analysis، وهاي بتهمنا كثير بتخصص الداتا ساينس في الكلية. برضو ممكن في libraries للتعامل مع Mathematical Applications، وحتى من دون هاي libraries يعني واحد من الداتا تايبس اللي ممكن تتعامل معها في البايثون اللي هي الكومبلكس values، الكومبلكس values اللي بيكون فيها
يعني جزء ريل وجزء إيماجينري لجماعة الرياضيات، مثلا نحكي 5 + 6 جي، جي اللي هي جذر السالب 1، فممكن البايثون تتعامل مع الكومبلكس نمبرز، وهذا راح نشوفه. وفي لايبرريز كثيرة ممكن تساعدك في الماثماتيكال ابليكيشنز والماشين ليرنينج ابليكيشنز، من ضمنها مثلا النمباي والبانداس والسايكت ليرن اللي ذكرناها المرة الماضية وغيرها. ومن أهم ميزات حكينا البايثون اللي هي إنك ممكن تعمل implementation أو prototyping لأي فكرة برمجية في ذهنك بسرعة باستخدام البايثون، فإذا ثبت جدواها ممكن تستخدم أو تبني هاي الفكرة اللي في ذهنك باستخدام لغات برمجة ثانية تكون أسرع من البايثون. لكن البايثون الخطوة الأولى فيها يعني كويسة من ناحية إنه ممكن تعمل implementation لأي فكرة في ذهنك بسرعة. في هون مجموعة من technical reasons، أسباب تجعلك تتعلم بايثون أكثر. أول إشي حكينا إنه البايثون من ميزات البايثون إنها cross platform، يعني نفس الكود ممكن تنفذه على أي بلاتفورم، سواء كانت ويندوز، ماكنتوش، أجهزة ماكنتوش أو لينوكس ماشينز أو غيرها. فالبرنامج اللي بتكتبه بلغة بايثون ممكن تنفذه على أي بلاتفورم، وهاي من ميزاتها إنها كروس بلاتفورم. الشغلة الثانية إنه السنتكس فيها is very simple، وحكينا إنها is very high level language، قريبة جدا للغة الإنسان. برضه من ميزاتها إنه ممكن جملة واحدة من بايثون تحتاج كود طويل حتى تنفذها باستخدام لغات برمجة ثانية، فعادة الكود اللي بتعمله بالبايثون من ناحية السايز أقل بكثير من الكود اللي بتعمله بلغات البرمجة الثانية، ومش مور إفكتيف، بمعنى إنه كود بسيط ممكن يعمل شغل كثير بالبايثون، وراح نشوف هذا الكلام إن شاء الله بشكل عملي. برضو البايثون بتوفر لك انتربرتر سيستم، بحيث انه ممكن تكتب ومباشرة تنفذ، وهاي راح نشوفها كمان شوي لما نتكلم عن كيف تنزل بايثون عندك على الجهاز وتستخدمها. فبتوفر لك كوماند لاين انترفيس، بحيث انك تعطي الكوماند ومباشرة يصير له انتربرتيشن. ممكن برضو من خلال البايثون انك تعمل procedures او functions، او حتى ممكن تعمل classes اذا كنت منه يعني بتحب ال object oriented programming. برضه البايثون بتوفر لك ميكانيزم انك تعرف classes داخل الكود. حتى نستخدم البايثون عندنا على الجهاز، اول شغلة لازم ننزل البايثون، وهي بننزلها من موقع python.org. لما نروح على python.org راح نلاقي هناك يعني نسخة البايثون اللي بتناسب جهازك، سواء كانت 32 بت او 64 بت، او كان ويندوز ماشين او غيرها او يونكس، فهناك بتلاقي النسخة اللي بتناسبك وبتنزل البايثون اخر فيرجن. حتى اعداد هاي الفيديو اخر نسخة من البايثون اللي هي 3.8.3، وبتنزلها للاندر ويندوز. طبعا راح نحكي بالمحاضرة اللي بعديها كيف ننزلها، وفي شغلة لازم ننتبه لها واحنا بننزلها، انه لازم نضيف في الويندوز، هذا الكلام لازم نضيف الباث
للبايثون انتربرتر على الويندوز ماشين، وراح نشوف هذا كيف بتم. هذا بتم طبعا انه وانت بتنزل راح يسألك واحدة من الاوبشنز انه بدك تضيف الباث للبايثون عندك على الجهاز على الويندوز ماشين او لا. اعمل تشيك على هذه الاوبشن ضروري، والسبب ليش؟ حتى نقدر نشغل البايثون من اي مكان عندنا على الجهاز. لاحظوا هسه انا نازل عندي البايثون، فبدي اشغل الكوماند برومت. هاي شغلت الكوماند برومت، طبعا انا مغير الخلفية عندك بجوز تكون سودا بس ما بتفرق، هاي بسموها الكوماند برومت. فهون في اي مكان عندك على الجهاز لو كتبت بايثون وانتر راح يشغل لك اللي هو البايثون انتربريتر. البايثون انتربريتر، وهون بتقدر تعطي الكوماندز للبايثون اللي راح نطلع مثلا 3 بلس 6 تعطيك الجواب. مثلا import، او هون الجملة اللي تعاملنا معها المرة الماضية for I like Python. هاي جملة البرنت حتى تطبع جملة. مثلا ممكن حكينا انه فيه بالبايثون مجموعة من الموديولز، من ضمن الموديولز هاي import math، في عندنا موديول اسمه math بوفر لك مجموعة كبيرة من math functions، فبدي استدعي الموديول هذا حتى استخدم الفانكشنز اللي فيه. import math، وممكن هسه اكتب مثلا math dot sign بدنا جيب الزاوية 45، فبيعطيك جيب الزاوية 45. فهاي بسموه command line interpreter. حتى تطلع منه تكتب quit، أو عفوا quit as a function. طيب فهاي حكينا بننزل أول إشي البايثون عندنا على الجهاز من python.org، وهاي بتوفر لك الشغلتين. الشغلة الأولى اللي هي الران تايم انفايرمنت، اللايبرريز اللي بتحتاجها حتى تشغل البايثون كود، وبتوفر لك اللي هو البيسك كوماند لاين انتربريتر سي ال اي اللي هو شغلناه قبل شوي من خلال الكوماند برومت. شغلناه استدعينا البايثون وشغلنا اللي هو الكوماند لاين انترفيس اللي شفناها هون. طبعا الكوماند لاين، عفوا البايثون انفايرمنت هاي ما إلها علاقه بالديفلوبمنت انفايرمنت. اذا بدك تكتب برامج باستخدام البايثون ما في مشكله، بتقدر تنزل بايثون اي دي اي. بايثون اي دي اي، وهاي في عده اي دي ايز موجوده اونلاين، من ضمنها مثلا الباي تشارم، وفي برضو الاناكوندا، وفي الثوني اللي استخدمناه المره الماضيه اذا بتتذكروا استخدمنا اللي هو الثوني. ففي عندك عدة خيارات للانتربرتر أو الـ IDE اللي ممكن تستخدمه. مبدئيا أنا بنصحكم تنزلوا الثوني كويس. الثوني ميزته إنه يعني بسيط جدا الانترفيس له. إذا بدك شغل بروفيشنال أكثر تنزل الباي تشارم. ممكن تروح على جوجل تعمل سيرش، او تروح مباشرة على jetbrains.com وتنزل الباي تشارم من هناك، وهذا كويس للبروفيشنال ورك. وفي منه نسخة فري اللي هي الكوميونيتي اديشن مجانية، لكن البروفيشنال اديشن بدها فلوس. الكوميونيتي اديشن بالنسبة لنا مور ذان انف يعني. فحكينا راح نشوف المرة الجاي اللي هو ثلاثة انت IDEs
اللي هي Integrated Development Environment للبايثون، اللي هي الباي تشارم والأناكوندا والسوني. في resources كويسة ممكن تساعدك تتعلم البايثون، من ضمنها مثلا W3 Schools، في عنده tutorial كويس اللي هو يتعلق بالبايثون، وهاي اللينك له. طبعا احنا السلايدات هاي تجميع من W3 Schools، من الكتاب المعتمد اللي ذكرناه من عدة مصادر، جمعناها في هاي السلايدات، لانه مرات بيكون التيوتوريال هذا بيشرح شغلة ما بيشرحهاش التيوتوريال الثاني، فاحنا جمعناها بحيث انه تكون الصورة عندك ان شاء الله متكاملة. في فيديو حلو برضو ممتاز اللي هو Python for Beginners، وانا بنصحكم تشوفوا هذا الفيديو، تقريبا 6 ساعات، احذر منه من كل يوم مثلا نص ساعة او ساعة، حلو كثير، بعطيك overview على كل اللي راح نغطيه خلال هذا الفصل ان شاء الله. العناوين اللي راح نغطيها هذا الفصل زي ما حكينا، بالإضافة للبيسكس راح نشوف البيلت ان فانكشنز الموجودة بالبايثون، راح نشوف السترينج ميثودز، الليست والاريز، وحكينا انه البايثون تتميز بعدة شغلات اللي هي الكولكشنز، اللي هي الليست، التابلز، السيتس، والدكشنريز. هذولا الأربع مصطلحات راح نقضي عليهم فترة طويلة، وهي من ميزات البايثون المعروفة. برضو ممكن من خلال الأوبريتنج سيستم نتعامل مع الفايلز، نقرأ من فايل أو نكتب عليه. برضو راح نستعرض أو نتحدث عن البايثون اكسبشنز. شو هي البايثون اكسبشنز أو الاكسبشنز بشكل عام؟ أنت بتكتب كود، الكود شغال 100%، لكن تتفاجأ انه at runtime لما بتعطي الكود لواحد بيعطي ايرور معين. ليش اعطى ايرور معين عند الشخص هذا ما اعطاش عندك؟ غالبا السبب انه البرنامج بياخذ input مش مناسب، يعني هذا اليوزر اللي هذا الشخص اللي اخذ منك الكود اعطى input مش مناسب للكود. فانت عادة حتى تتجنب اي ران تايم ايرور مش محسوب حسابه ممكن تستخدم الاكسبشنز. فاي كود، اي جزء من الكود اللي بتكتبه بتشك انه يعمل مشكله، بتحوطه باكسبشن هاندلنج كود، بحيث انه اذا صار اكسبشن يمتص او يمتص هذا الايرور ويتعامل معه بشكل كويس، بدل ما انه يصير كراش للكود كامل. فراح نتكلم عن البايثون اكسبشنز، واتوقع بجوز انها مرت معاكم في مسألة الجافا او في لغة الجافا او C++. برضو راح ندرس مجموعة من الموديولز الهامة. طبعا البايثون بيجي معاها موديولز كثيرة، سواء من البايثون نفسه او من الكوميونتي، من الناس اللي استخدموا البايثون خدموها بانهم عملوا موديولز كويسة كتير ممكن انت تستخدمها بشكل جاهز. فراح نشوف مجموعة من الموديولز الكويسة المشهورة، منها الراندوم موديول والماث موديول اللي ذكرناه قبل شوي في المثال. فالراندوم موديول بيساعدك تطلع راندوم نمبرز، ارقام عشوائية، وهاي كثير بيحتاجوها بالرياضيات والستاتستكس، وبرضه بتحتاجها بشكل كبير اذا كنت بدك تصمم جيم، لعبة باستخدام البايثون، تحتاج الراندوم موديول هاي بشكل كبير. الماث موديول برضه فيها مجموعة كبيرة جدا من الفانكشنز اللي ممكن تستدعيها من هاي الموديول. برضه في مجموعة من الموديولز اللي بتهمنا كثير في الاي اي، مثل النمباي، بانداس، سايكت ليرن وغيرها. فرح ندرس هذه المواضيع ان شاء الله خلال الفصل. الكتاب المقرر اللي هو بايثون 3 The Hard Way، الكتاب كويس كثير، مناسب اكثر انه يكون
كتاب مقرر لمختبر أو جانب عملي من البايثون، فعشان هيك راح نعتمده في الجانب العملي من المادة. الكتاب موجود على الإيليرنينج سيستم، ممكن تنزله من هناك. برضو في كتاب ثاني بينصحوا فيه للبيجنرز اللي هو Beginning Programming with Python for Dummies، برضو موجود على هذا الرابط إذا بتحب تنزله. لكن احنا حكينا اعتمادنا راح يكون على الكتاب الأول هذا، بالإضافة للسلايدات اللي راح نجمعها من أكثر من مصدر. إذا حاب تجرب بايثون كود على جهاز مش نازل عليه البايثون اي دي اي او البايثون، ممكن تجرب اونلاين. فيه اونلاين انتربريترز للبايثون موجوده مثال عليها، هذول الرابطين هذول عباره عن اونلاين كومبايلرز او عفوا انتربريترز للبايثون، فممكن تروح على اي واحد منهم اذا حاب تجرب شغله على السريع هيك بلغه البايثون. ممكن تكتب الكود هون وتعمل له رن ويصير له انتربريتيشن على الجهة الثانية من الشاشة. وأحيانا راح نعتمد على أونلاين كومبايلرز حتى نشوف. في برضو الكودينج جراوند برضو في عندهم أونلاين كومبايلر للبايثون. للمراجعة شفنا كيف ننزل البايثون من python.org، يا ريت تنزلوها عندكم على الجهاز. والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنشوف كيف نعمل installation. Python for beginners هذا tutorial كويس برضو، يعني برضو اعتمدنا عليه في تجميع السلايدات. برضو في كود أو عفوا W3 schools يعطي tutorial على البايثون برضو كثير كويس ومنظم، واعتمدنا عليه بشكل كبير في تجهيز السلايدات. برضو البروجرامز another tutorial. في فيديو حكينا لكم عنه قبل شوي، يا ريت انكم تشوفوه على فضاويتكم. هو اكثر من 6 ساعات لكنه بيختصر لك اللي راح ندرسه خلال الفصل. خلال طبعا ما فيهوش التفاصيل، في تفاصيل كثيرة ناقصة من هذا الفيديو، لكن بيعطيك الصورة الكبيرة للي راح نغطيه إن شاء الله خلال الفصل. الباي تشارم ممكن إذا حاب تنزله، وأنا بنصحك تنزله لأنه بروفيشنال اي دي اي من هذا الرابط. طبعا بس تروح على هذا الرابط، خلينا بس نجرب. حكينا بس تروحوا على هذا الرابط، طبعا بدكم تكونوا قبل ما تنزلوا الباي تشارم لازم تكونوا منزلين اللي هي البايثون نفسها من python.org. فهناك على الباي تشارم راح تلاقي نسختين، نسخة البروفيشنال وهاي مش مجانية بدها فلوس، لكن الكوميونيتي اديشن از مور ذان اناف بالنسبة لنا، فممكن تنزلها هون. برضه ممكن تنزل السوني اي دي اي، وهذا كويس فيري لايت وكويس للبيجنرز، وحتى يعني بينزل الاي دي اي اذا ما كان عفوا بينزل البايثون من python.org اذا ما كانتش عندك. لكن انا بنصحك نزل البايثون اول بعدين نزل الاي دي ايز هذول اللي هم سوني الباي تشارم. الاناكوندا انذر اي دي اي راح ننزله بنهايه الفصل، نهاية الفصل. فحكينا ممكن ننزل السوني من هذا الرابط، خلينا بس نضيفه هون سوني اي دي اي، وهاي الرابط الخاص بالسوني اي دي اي، فممكن تنزلهم كلهم. بالنسبة لنظام العلامات للمادة راح يكون 40 علامة على الميد وفاينل، وعلى الفاينل 50 علامة، وعلى assignments والprojects 10 علامات. لكن مفتاحك للأربعين والخمسين راح يكون من خلال هذول العشرة. فإذا ما اشتغلتش بإيدك خلال الفصل راح تعاني كثير مع الميدتيرم والفاينل. فget your hands dirty، يا ريت إنك
توسخ إيدك شوي وتشتغل برمجة. وهاي نصيحة إلك. القضية مش قضية إنك تتعلم لغة برمجة، إنك تتقن اللغة، تتقنها إتقان، وهذا لا يمكن يجي بالقراءة النظرية، بالدراسة النظرية. إذا إيدك ما توسختش بالكودينج ما راح تتعلم كودينج نهائيا. مدرس المادة سليمان أحمد، هاي الإيميل، لكن التواصل بيناتنا راح يكون من خلال الإيميل، الإي ليرنينج سيستم، يا ريت من خلال الإي ليرنينج سيستم الخاص بالجامعة، المودل، موجود مكتبي في كلية السلط التقنية، الطابق السالب 2 أو الطابق البي 2 في كلية الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للويكلي سكيدجول هاي الرابط، لكن أنا يعني ممكن نتواصل مع بعض من خلال الإي ليرنينج سيستم أني تايم. عادة الرسالة اللي تودي لي إياها راح أرد خلال 24 ساعة إن شاء الله. مكاني طبعا في الكلية، كلية الذكاء الاصطناعي، في قسم الانتليجنس، ديبارتمنت اوف انتليجنت سيستمز. موقع المساق على الانترنت سليمان.net/c، وهناك راح تلاقي السلايدات وروابط بتوديك للفيديوهات. القناة على اليوتيوب سليمان.net/y، راح عليها راح يكون كل الفيديوز اللي بنسجلهم including this video يعني. وهيك بنكون كملنا المجموعة الأولى من السلايدات اللي عنوانها introduction to the course. الله يعطيكم العافية.